انا هعمل لكم النهارده بطاطس بالطماطم الشاري والزعتر. عندنا اول حاجه طبعا بطاطس بيبي بوتيتو، انا مقطعاها سلقاها ومقطعاها نصين. عندي خل بلسمك، زيت زيتون، طماطم شاري، زعتر فلسطيني، ثوم مفروم، اوراق ترخون. اوراق ترخون ده نوع من انواع الزهور العطريه، طعمه بيبقى حلو قوي قوي في تتبيله البطاطس، تتبيله الفراخ، تتبيله المشويات، هنستعمله كتير ان شاء الله مع بعض. وعندي كمان ريحان للتقديم. طيب تعالوا، البطاطس سهله قوي قوي قوي، هنحط كل الحاجات على بعض وندخلها الفرن. تعالوا اجيب الاول طبق بايركس، هنزل البطاطس وهخلط كل التوابل بتاعتي مع بعض قبل ما انزلها عليهم. هحط الخل البلسمك، هحط الثوم المفروم، ملح وفلفل، هنزل اوراق الزعتر وشويه من الترخون، واخر حاجه هحطها عليهم هي زيت الزيتون. خليني اقلبه فيها شويه، وبكده الدريسنج بتاعنا يكون جاهز. تعالوا ننزله على البطاطس وهندخلها الفرن على طول. دي تقليبه كده سريعه، وهدخلها الفرن على درجه حراره 180، هتقعد تقريبا من ربع ساعه لثلث ساعه بالكثير، وهنطلعها على طول. تعالوا نطلع البطاطس مع بعض من الفرن. خلاص استوت وخدت وش حلو كمان. البطاطس بتاعتنا كده خلصت، عايزين بس نحط لها على وشها نقطة زيت زيتون صغيرة، وهحط كمان شوية ريحان فريش.